السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن، مهندس أحمد شمس الدين. أحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي إحنا بنطلبه من حضراتكم الدعم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا في أول الفيديو فقط لا غير، أما في آخره فإحنا بنقول إيه؟ ماشي، الإعجاب بالفيديو بيبقى فرض أساسي. ليه؟ لأن إحنا بقدر الإمكان بنبقى إيه؟ حاولنا نبذل قصار الجهد ان انتوا ايه تستفيدوا من الكلام ده. دوت فيديو حاجه بسيطه، بس كان حد اصلا سالنا على اساس ايه الكورنيشه نفسها بتتعمل ازاي. كورنيشه مثلا سواء لحرف الكم، سواء للرقبه، ماشي، لان دي بلوزه هنشرحها، بس دي تعتبر جزئيه من الشرح بتاعها، ازاي ان انا اعمل الكورنيشه دي. ماشي، الكورنيشة بتبقى أصلا متنية تانية رفيعة جدا من هنا، إما برجل المابيليا ديت، برجل المابيليا ديت باين عندك كويس، ماشي، إما إن هي برجل المابيليا ديت اللي هي بتبقى فيها إيه جزء دائري كده القماش بيخش جواه وهي تبدأ تلف، يعني إيه ما بيحتاجش مني أنا مجهود، لكن بفرض ان انا ما عنديش رجل المابيليا دي. طب ماشي، احنا نشوف الاول ايه هو اول حاجه. يبقى اول حاجه من مساله ان انا هعمل كورنيشه لازم ان انا ايه اتنيها، لازم ان انا اتنيها. طيب انا معايا رجل المابيليا، اروح شايل ايه الدواسه الاصليه بتاعتي، اروح شايل الدواسه الاصليه بتاعت المكنه دي، ماشي، وابدا اركب ايه رجل المابيليا دي، اسمها ايه رجل مابيليا. على فكره رجل المابيليا دي بتبقى مقاسات، المقاس بيبقى مكتوب على الرجل نفسها، يعني دي رجل 4 مللي، رجل كام؟ يعني اللي هي هتلف اللي هي هتاخده من القماش 4 مللي، تمام؟ فاجي اروح مركبها كويس جدا، ماشي، واربطها على اساس ايه؟ ما تروحش ولا تيجي معايا. ماشي اهي. كده اتربطت ايه كويس. بص يا سيدي، باجي انا اللضمه اهي دخلت في، ركزي معايا في الايه، في الجزء ده كده، ماشي، وباجي القماش نفسه اروح جاي ايه مدخله جوه ايه جوه الرجل كده، تمام، واجي اروح ايه مدور مكانتي وابدا ايه. بص بقى، القماش انت اللي بتدخله، بس الحرف ده انت بتمسكه كده، القيمه اللي هي ايه رجل المابيليا دي بتتنيها يا جماعه اهي. بصي اهي اهي، يبقى هي اللي بايه بتعمل ايه، هي اللي بتتني القماش معايا اهي، زي ما هوريها لحضراتكم، يعني زي ما هوريها لحضراتكم كده دلوقتي كده ايه اهي. بصي يا ستي اهي، التانية ايه رفيعه، هي دي نفس التانية اللي بتتعمل في الايه في الطرح والاشاربات والكلام زي كده، شايفه التانية قد ايه اهي. طب افرض ان مش كل واحد عند، اولا رجل المابيليا دلوقتي اصلا بتعمل اكتر من 60 جنيه، ماشي، وصيني اي كلام، بيبقى الذنب بتاعها دوت ذنب خشن، ذنب حامي، الذنب اللي هو ايه بيتني، فتبص ليه ايه ما بيظبطش معايا. طب هتعمل ايه لو انت ما عندكش رجل المابيليا دي؟ ها نشيلها ونشوف احنا هنتني تانية احسن وانضف كمان من رجل المابيليا دي، تمام اهي، بالدواسه العاديه، او بالدواسه العاديه، بالدواسه العاديه بتاعتي لو انا ما عنديش ايه لو انا ما عنديش رجل المابيليا ديت، هشتغل بالدواسه العاديه بتاعتي. انت شفت التانيه اهي. طب تعالى ايه نتني ايه، ادي بقى الكورنيشه بتاعتي ديت اللي انا هتنيه. بص اروح تانيها اول وتاني، ليه؟ عشان تعرف تظبطيها. انا عن نفسي ممكن اروح تانيها على طول وهوريها لك في تانيتها على طول، لكن انا بتنيها ايه اول وتاني، اهو حرف صغير اهو 2 مللي بالكتير، اروح تاني ايه الرجل، اروح تاني ايه الكورنيشه كلها كده، نصبر مع بعض كده اهو اهو، تانيه رفيعه خالص يبقى دي هتنيها على ايه؟ على مرحلتين، لكن ممكن تتني على مرحلة واحدة، اه. و...
وهنشوفها مع بعض. ادي ايه اول مرحلة معايا. وبعد كده اروح جاي تانيها تاني. تانية صغيرة خالص. ونفس الخط اللي انا عملته امشي فوقيه تاني. اهو بصي. نفس الخط اللي انا عملته امشي فوقيه تاني. شايف النظافة بتاعته اهو. يعني انضف من رجل المبنية نفسها. طب ممكن يتعمل على مرحلة واحدة؟ حسب بقى ايه خبرتك وحسب شطارتك. يعني ممكن تتنولي على مرحلة واحدة، هتنولك برضو على مرحلة واحدة على اساس يبقى عندك ايه كل الخيارات متاحة بالنسبة لك. رجل المبنية موجودة، تتنيها على مرحلتين، تتنيها على مرحلة واحدة اهو. يبقى ده اول حاجة بعملها عشان اعمل الكورنيشة دي يا جماعة. والناس اللي اصلا احنا كنا لسه منزلين فيديو عن تانية عباية اصلا، ان انا اسيب مسافة كبيرة وتبقى موجودة جوه العباية اصلا. يعني الناس بتقولك اصلا ايه كتر لنا من الدروس دي. وللأسف انا زي ما بقول لكم ان التصليح او حاجة زي كده احنا بناخدوش، بس احنا بناخده لايه؟ عشان بيبقى درس تعليمي زي كده بس. والله المستعان. شايفة التانية بقت عاملة ازاي؟ شايفة نظافتها، شايفة رفعها بره ماشي، من جوه احسن من ايه؟ من بره. تمام، انا كده عملتها على مرحلتين ماشي. ممكن تتعمل على مرحله واحده؟ ممكن تتعمل على مرحله واحده. ازاي؟ اهو بصي كده. بس دي بتعتمد بقى على ايه؟ على ايدك وعلى مهارتك. اهي تانيه رفيعه، اهي تانيه في تانيه كده. وبعد كده تروح ايه؟ بصي تتني ايه تانية رفلنا كده، تانية في تانية بقى، مش مرحلتين، مرحلة ايه واحدة. بس المرحلتين هتظبط معاكي اكتر طالما ايه مفيش، معلش انا اسف، مفيش الخبرة اللي هي تتني معاكي التانية مظبوط. بصي اهي دي ايه المرحلة ايه الواحدة. طلع دي زي دي مش هتفرقوا مع بعض، بس انا بديك كل الخيارات وانت تشتغلي بالحاجه اللي ايه اللي تريحك. تمام كده خلاص انا تنيت الكلام ده. عايز ايه بقى؟ عايزين نكشكش. بص بقى، في انت معاك عشان بس الناس طلب التاني قالت لك ايه اشرح لنا الكشكش. دي دواسه كشكش، دي دواسه كشكش بايه؟ بمسمار هنا. المسمار ده بص معايا، كل ما اقفله كل ما ايه الدواسه تبدا ايه تعلى معاكي ماشي. كبري كده وركزي على الدواسه نفسها، وبعد كده رجعي التصوير تاني. تمام. ماشي، شايفه الدواسه اهي؟ كل لحظه دي كل ما اعمل كده هتبص تلاقي ايه الرجل ايه بتقفل معاك كده، بتقفل معاك اهي اهي، لغايه ما تبقى ايه الدواسه عاديه خالص كده. بقت دواسه عاديه خالص اهي، شايفه قاعده واقفه ازاي. لكن لما تيجي تعمل تقفل، كل ما تقفل بقى يعني انت كل ما تفتح كل ما تتحول لدواسة عادية خالص، كل ما تقفل بقى كل ما ايه شايفة دي بترجع اهي لورا، اهي بترجع لورا. ايوه كده ماشي. بص حتى لما تيجي توقفها بص راحت مايلة ايه لورا، شايفة ايه هنا مايلة فين قد ازاي. ايوه، فكده بدأت ايه تبقى ايه كمية الكشكشة. ايه اللي بيتحكم فيها؟ هو المفتاح اللي هو المسمار اللي هنا ده كده. هو الايه المسمار اللي هنا. تمام، دي اول دواسة. تاني حاجة ايه بيتحكم في الكشكشة معاك؟ شايفة العيار ده موجود عندك؟ ها؟ كل ما اقفل العيار ده كل ما الكشكشة تزيد معايا. تمام، كل ما اقفل العيار ده الكشكشة تزيد معايا. طب ولو المكنة بعيارين زي اللي قدامي باينة؟ ايوه ماشي؟ لو المكنة بعيارين اقفل العيار الفوقاني كمان تزود الكشكشة. تمام، كل ما اقفل العيارات دي كل ما الكشكشة تزيد. تمام، ايه تاني متحكم في الكشكشه؟ لما اجي انا اروح جايب بيت المكوك من تحت دوت اللي هو اللي بيتحط فيه الماسوره ده ماشي، شايفه المسمار اللي هنا ده
في هي لها مسمارين، مسمار تثبيت الريشه اللي هو ده ملوش دعوه، ومسمار تاني ان هو تبص ليه بيتحرك معاك، كل ما اقفله كل ما الكشكشه تزيد. ماشي؟ بس خلي بالك ده ما استخدموش الا اذا كانت الخامه ناشفه زي الجبردين زي الجلس، هو ده اللي استخدم فيه المسمار ده، مالكش دعوه بالمسمار ده خالص الا اذا كانت الخامه ايه ناشفه زي الجبردين زي الجلس. تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي هي بتتحكم معايا في الايه، في الكشكشه، الدواسه نفسها، العيارات ماشي، والمكوك من تحت، المكوك من تحت. تعالى بقى احنا نروح ايه شايلين الكلام ده كده ونبدا نحط دواسه الكشكشه معايا. بتعمل ايه بقى انت عايز دلوقتي؟ انت لازم تشتغل بنظام علمي شويه، يعني ايه؟ ابقى عارف انا لما هكشكش هكشكش قد ايه، فبروح جاي واخد مثلا حاجه بتاع ربع متر، اروح اهو على المقاس كده، اروح جاي واخد حاجه بتاع ايه بتاع ربع متر وابدا اكشكش، او نص متر وابدا اكشكش اشوفه هيصف معايا على كام، فاعرف قيمه الكشكشه معايا قد ايه، اعرف قيمه الكشكشه معايا، اعرف ان المتر الكشكشه مثلا هيصف معايا على 60 سم، هيصف معايا على نص متر. ماشي؟ تمام. عشان تعرف انت هتشتغل الكشكشه ازاي. تعالى بقى الكشكش احنا اتكلمنا، بس المفروض ان انا ايه قبل ما بكشكش في الحاجه نفسها ابدا اجيب ايه عينه صغيره ماشي، واشوفها هتكشكش معايا قد ايه. في حته قماش هنا رجعت الكاميرا زي ما كانت. ماشي؟ حته قماشه هنا هو ابدا اشوفها هتكشكش معايا قد ايه. يعني مثلا ايه اروح جاي واخد ايه، تعال اقول لك، اروح جاي واخد مثلا نص متر اهو، او نص متر اهو كده بالظبط اهو، واشوف النص متر ده بعد ما كشكشه هيصفي معايا على قد ايه. يبقى انا دلوقتي في الفيديو دوت بديك الاسلوب العلمي للكشكشه نفسها. ماشي؟ ازاي انت تعرف تظبط كشكشتك، ازاي ان انت تعرف ايه الكشكشه معاك هتصفي قد ايه. شايف النص متر اهو هيصفي معاك قد ايه؟ تعالى نشوف كده. الكشكشه كده كتير قليل، انت بقى اللي متحكم فيها. انا كده ايه خلصت النص متر معايا، شايف النص متر صفى معاك قد ايه؟ صفى معاك قد ايه؟ نقول كده لما نيجي نقيسها هنا هو نلاقيها صفيت معايا 20 سم، يبقى المتر هيصفي معايا كام؟ 40 سم. لا الكشكشه كده كتير، الكشكشه كده ايه؟ كتير. لا اروح ايه متحكم فيها، اتحكم فيها ايه؟ من العيار اللي هنا. احنا قلنا دي النص متر ده صفى معايا على كام؟ 20، على 20 سم. لا لما نروح فكين العيار ده او نفك الايه المسمار بتاع الدواس ونشوفها صفي معايا على كام اهو كده. ايه بدات الكشكشه ايه تقل معايا اهو، اعملها واروح اقيسها عشان بس ايه دي عينه نبقى ايه عارفين المتر معايا هيصفي على كام ايه كشكشه كده اهو. طب نيجي نقيسها نشوفها ايه صفت معايا على كام؟ ده صفت معايا على المتر كده، النص متر صف معايا على كام؟ على 25 سم، 26 سم، 27 اهو 27 سم كمان. يبقى اعرف على طول ان المتر هيصف معايا على كام؟ دي نص متر صفت على 27 سم، يبقى النص يبقى المتر هيصف معايا 55 سم، بدل ما كان بيصف هناك كام؟ 40 سم. ماشي؟ يبقى انت المتحكم في الكشكشه، تظبط على عينه الاول وبعد كده تشتغل زي ما انت عايز. فاهماني؟ تمام. ماشي. ابدا بقى كشكش الكورنيشه بتاعتي اللي هي للرقبه في الموديل اللي احنا ايه هنشرحه كده. يبقى ايه الفيديو ده الاساس فيه تنميه الحرف الرفيع وازاي ان انا اكشكش كورنيشه زي كده. فهماني؟ متكشفش من الناحيه اللي احنا ما تنهاش صح؟ طبعا ما الناحيه الثانيه دي متنيه، انا عايزها متنيه بنظافه زي ما هي كده، هي دي اللي هتظهر معايا، اما اللي انا بكشكشه دوت هيخش جوه ايه؟ هو القماش. ايوه. الحته دي على فكره كانت متر ونص، الحته دي متر ونص، اروح جاي اقيسها اشوفها صفت معايا قد ايه. لو احنا على الحساب اللي احنا عملناه وقلنا ان المتر هيصفي على 55 ماشي، يبقى 55 و27 المفروض دي تصفي معايا على الاقل في حدود كام؟ في حدود 80 سم.
بص معايا كده، اي من غير حسابات من غير اي حاجه، مصفيه معايا على ايه؟ ال 80 سم. ده المتر ونص صفى معايا على 80 سم. يبقى كده احنا في الفيديو ورينا ازاي التانيه، ورينا ازاي نتكشكش، ورينا ازاي نتحكم في ايه؟ في كم الكشكشه نفسه. ما تنساناش مصطلح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلبه من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله استفدتم منه، وده اكيد باذن الله. ماشي. والدال على الخير كفاعل الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. ما تنساناش من صالح الدعاء، ما تنساش اخواننا في غزه، اصلا غزه العزه، ارض العزه، اللي بيدافعوا عني وعنك وعن، وخاصه في مصر، بوابه مصر الشرقيه. تمام. الدعاء ليهم بصالح الاحوال، ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوهم وينكئ عدوهم ويسدد رميهم. ماشي. ويجعل النصر حليفا لهم اينما كانوا، ويطعم جائعهم ويؤمن خوفهم. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.